زملائي زميلاتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت اليوم إن شاء الله نتكلم على الارتكوليتورز، نحكي عن مكونات المطابق أو الارتكوليتورز، ونحكي عن أهم الفوائد اللي بتقدمها لنا، وأيضا نحكي عن تصانيفها المختلفة بحيث يكون في عنا تصنيف سهل يسهل علينا التمييز بين الارتكوليتورز المختلفة وما نحتاجه بشكل عام، وخصوصا بالنسبة لمعالجاتنا في سياق الكمبليت دينشارز. خلونا نبدأ. بداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بسرني تلقي أي استفسار أو اقتراح من قبلكم. أيضا بدي أكد على حاجتي لدعمكم من خلال الاشتراك والمشاركة واللايك. بالنسبة لمحاضرة اليوم، طبعا هي استكمالا لسلسلة All About Complete Dentures، بعد ما حكينا عن المراحل السريرية المتعلقة بالإمبريشن وأيضا التسجيل العلاقات الفكية أو الجو ريليشنز. اليوم إن شاء الله تمهيدا للحديث عن تنضيد الأسنان هنحكي عن الارتكوليتورز. بداية خلونا نعمل تمييز أو تفريق بين مصطلحين شائعين في الأوكلوجن بشكل عام وفي سياق البروستودونتكس. نحن لما نقول أوكلوجن نعني بها العلاقة الساكنة، العلاقة المحددة بين السطوح القاطعة أو الانسايزل سيرفيسز للأسنان العلوية والسفلية. وهون نحن عم نحكي عن ستاتيك ريليشنشيب. أما لما نقول articulation فهون نحن عم نحكي عن التماس أو علاقة التماس بين السطوح الأوكلوجال للأسنان خلال الفانكشن. فبدنا نميز بين العلاقة وتوصيف العلاقة الساكنة وبين طبيعة أي تماس في أثناء الوظيفة اللي نسميه articulation. بالنسبة للarticulators، خلونا بالبداية نتعرف على مكونات الarticulator. طبعا أي articulator على اختلاف تصميمه حنشوف أنه نحن عندنا مكون علوي ومكون سفلي. اولا نحن خلينا نشير انه في عندنا طبعا المكون اللقمي او الارتيكولار اليمنتس، عندنا ايضا الانسايزل بين او عمود الارشاد، وعندنا الانسايزل تيبل او صفيحه الارشاد. هذول لهم علاقه بالدليل القاطعي وهذا له علاقه بالدليل اللقمي، وكنت حكيت عن هذا الامر سابقا. طبعا اي مكونات لها علاقه بالكاندلر اليمنتس او بالانسايزل اليمنتس حنشوف انه لها سكروب ممكن من خلاله انه نحن نعمل تعديل حسب ما نرغب. عندي ايضا التيبل اللي بيستند عليها المثال السفلي، وقبلها ايضا تيبل بيستند عليها المثال العلوي، وهون بيكون الارتكوليشن جيج اللي هي بيكون من خلالها الارتكوليشن بين المكون العلوي والسفلي او بين الكاست العلوي والسفلي. تقريبا يعني بهذا الشكل بنكون لخصنا المكونات المختلفه للارتكوليتور بشكل مبسط. طبعا بالنسبه للارتكوليتورز، طبعا قبل ما نحكي عن تصنيفها لازم نحكي شو الوظائف اللي ممكن تقدمها الارتكوليتورز. الحقيقه كلنا بنعرف انه هي اداه ممكن من خلالها نحن انه نضع الماندبلر والماكسيلاري كاست وفق الريليشن اللي نحن سجلناها، وايضا ممكن تعطيني نموذج مماثل للمريض من ناحيه فتح وغلق الفم، ممكن تفيدنا سواء في مرحله التشخيص او في مرحله تخطيط المعالجه او حتى كشرح للمريض. طبعا الفائده الاكبر هي انه نحن نقدر نصنع الاوكلوجال سيرفيسز للريستوريشن، وانه نحن بالنسبه للاجهزه الكامله نقدر نعمل الارينجمنت للارتفيشال تيث بطريقه متوافقه مع الريليشنز اللي اخذناها، وهي بطبيعة الحال ممكن تعتبر وسيلة تعليمية أيضا في من خلال دراسة الأوكلوجن والمندبلر موفمنتس. تلغي لي كمان الحاجة لتعاون المريض لو نحن بدنا نعتمد دائما في كل خطوة من خطوات تسجيل العلاقة وتنضيد الأسنان والتجربة على أنه نحن نرجع نعمل تسجيل علاقة في فم المريض، وهذا الشيء ممكن يعمل لي اختلافات. نحن بمجرد أخذنا علاقة صحيحة ممكن دائما اختبارها والتحقق منها على الارتكليتور. وطبعا هذا بياخد خصوصية مع الكمبليت دينشرز، لأنه الكمبليت دينشرز بنعرف نحن أنه الشيفتينج البيسز للكمبليت دينشرز بتعطيني الحقيقة صعوبة خاصة بأنه نعمل فيما بعد عملية الريفاينمنت للأوكلوجن ونعمل الحركات الجانبية والتقدمية، بتصير أسهل لو نحن طبقناها على الارتكوليتور وفق القيم طبعا اللي نقلناها من المريض، وبالتالي تقليل وقت المعالجة في على الكرسي وتخلص من بعض حتى المعوقات اللي بتأثر على عملنا مثل اللعاب واللسان والخدود اللي دائما كان ممكن تعمل نوع من الديستربنس أثناء العمل. طبعا رح نشوف العديد من التصانيف بناء على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو الأجستيبيليتي، حنشوف أنه نحن ممكن تصنيف الارتكوليتورز حسب قابليتها للتعديل. أيضا حنشوف تصنيف بناء على توضع الكاندلر إليمنتس، وأيضا حنشوف تصنيف اعتمادا على الفانكشن أو الوظيفة.
بالنسبة للتصنيف بناء على قابلية التعديل، نحن حنشوف عنا 3 أنواع. إما تكون عندي مطابق غير قابلة للتعديل، مطابق بسيطة مثل مطبق هانو اللي شايفينه، أو أنه يكون المطابق نصف قابلة للتعديل مثل أيضا مطبق هانو النصف المعدل، أو قد تكون قابلة للتعديل بشكل كامل مثل مطبق هانو أيضا الكامل التعديل. أما التصنيف حسب وضع الكانديلر إيمنتس فهذا الحقيقة بيصنفه أو بيقسم عندي المطابق لنوعين، أركون ونان أركون. ودائما هذا الترم بذكر لما كنا طلاب كان يعمل نوع من اللبس وعدم القدرة على فهم الفرق بين النوعين هدول. ححاول إن شاء الله أنه بسط من خلال محاضرة الآن. الفكرة باختصار أنه مصطلح أركون يعني Articular Candle، ومصطلح نان أركون يعني نان Articular Candle. باختصار نحن لما نذكر التشريح المفصل لما درسنا TMG قلنا أنه هناك الكاندل اللي هي تعتبر العنصر السفلي من بالتوضع التمفصلي، وهناك الارتيكولار إيمينينس يلي بيشكل المكون العلوي يلي بينزلق عليه الكاندل أو اللقمة. فالمطابق اللي بتقلد هاي العلاقة بمعنى أنه يكون في عندي مكون سفلي بيمثل الكاندل ومكون علوي بيمثل الارتيكولاتور، فبنسميها أركون لأنه هي تطابق التمفصل أركون Articular Candle. أما لو كان العناصر كلها في الجزء العلوي، يعني ما عندي أي عناصر في المكون السفلي للمطبق لأنه نحن قلنا أنه هذا مكون سفلي وهذا مكون علوي، فبهيك حالة بصير في عندي المطابق النان أركون. أما التصنيف بناء على الانسترومنت فانكشن فهون حنحكي عن تصنيف جامعة ميشيغان اللي طورت هذا التصنيف، وبيعتمد على قدرة الأداء وعلى الهدف الأداء وإجراء التسجيل وقبوله. هذا هو كان المعايير اللي اعتمدوها لما وضعوا التصنيف في 1972، والتصنيف لاقى قبول وانتشار. حنشوف عندي 4 تصانيف تحت هذا الكلاسيفيكيشن. التصنيف الأول هو المطابق البسيطة الهينج تايب، والكلاس 2 هي الأربيتاري العشوائية بتنقسم بدورها لتايب A تايب B تايب C، والكلاس 3 هي المطابق التقريبية أو الأفيريج بتعتمد قيم تقريبية، حنحكي الآن بالتفصيل عن هذا الأمر، وتنقسم بدورها إلى تايب A تايب B، وأخيرا كلاس 4 articulators اللي هي مخصصة تنقسم إلى نوعين تايب A وتايب B. بالنسبة للكلاس 1 هون نحن عم نحكي عن articulators بسيط جدا، الهدف منه فقط أنه يمسك الأمثلة ويقبل تسجيل ساكن مفرد وحركة عمودية فقط، فتح وغلق الارتيكوليتور، وهي توافق الحقيقة مطابق غير قابلة للتعديل لما حكينا على قابلية التعديل. ومن أمثلتها نحن عنا السلاب ارتيكوليتور، وهو أول مطبق مصنوع من الجبس كان يمسك المثالين حسب العلاقة ويتمفصلان بزاوية، الحقيقة كان بس فقط عنده إمكانية للفتح والغلق. عندنا أيضا المطبق الهينج الشهير اللي بنشوفه بكل معامل الأسنان اللي يصممه غايوت، هو مطبق معدني عبارة عن صفيحتين فقط بتمفصلوا من خلال برغي، وبيسمح فقط بعملية فتح وغلق للأرتيكوليتور. بالنسبة للكلاس 2 articulators حسب تصنيف جامعة ميشيغان اللي بيعتمد الوظيفة، فهو عبارة بتكون المطابق تحت هاي التصنيف تسمح بالإضافة للحركة العمودية الفتح الغلق، تسمح ببعض الحركات الأفقية، لكن الحقيقة ما بتحدد لي الحركة بالنسبة للمفصل. الحركات الجانبية والتقدمية اللي نحن بنجريها هي حركات اعتباطية ما ممكن، يعني لا يتم نسخها أو نقلها من المريض. والمطابق أو هذا النوع من المطابق ما بتقبل الفيسبوك أو القوس الوجهي. بدورها هي مجموعة من الارتيكوليتورز تنقسم إلى 3 أقسام، كلاس 2 تايب A، وهون نحن عم نحكي عن مطابق بتكون الحركة الجانبية هون تعتمد قيم تقريبية. نحن قلنا أنه هذا المطابق هي بتسمح بحركات تقدمية وجانبية لكنها حركات اعتباطية لا تخضع أو لا تنسخ من المريض. التايب A من هاي المطابق يعتمد قيم تقريبية، يعني هو مثبت قيم بيعتمدها. مثال عليها مطبق غريتمان يلي بيعتمد على ميل ممر لقمة 15 درجة ثابت، مثبته عند 15 درجة. وعندي أيضا مطابق مثلا مطبق جيزي
اللي بيعتمد ميل ممر لقمة 30 درجة وبيعتمد سايز الجايدنز 30 درجة، يعني القيم مثل ما شايفين قيم ثابتة. هناك أيضا مطابق المين فاليو، هي مطابق كلاس 2 أيضا، لما هأحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل لاحقا لما أحكي عن نقل الأمثلة إلى المطبق بشكل عملي. تايب بي من الكلاس 2، هون نحن الإكسنتريك موشن اللي نحن قلنا بتسمح فيها الكلاس 2 بتكون مبنية على مو قيم تقريبية أو ثابتة، لا هم بنوا المطابق بناء على نظريات اعتباطية حول حركة الفكسفي. هون حنشوف ثلاث نظريات وثلاث أنواع من المطابق. في نوع من المطابق طبعا كلها تعتبر كلاس بي أو تايب بي كلاس 2. النوع الأول اعتمد على السفيريكال ثيوري، والنظرية الكروية إذا بدنا نقول نحن ترجمة للمصطلح تعتمد مطبق مونسون. مطبق مونسون بعض يعني بيعتبره هو كلاس 2 تايب بي بشكل أساسي. بيعتمد مطبق مونسون على نظرية أنه حواف القواطع السفلية والحدبات الأسنان الخلفية بتمس جزء من سطح كرة بقطرة 8 إنش. يعني لو نحن مرقنا كرة، مركز الكرة هي في الجلابيلا، لو عملنا مركز ورسمنا دائرة، هي الدائرة راح تمر بسطح الجمجمة وراح تمر بسطوح الحدبات وسطوح القواطع. بنا بناء على هذا هي الجلابيلا، وبنى بناء عليها المطبق تبعه بحيث انه يحقق لي الاوكلوجن بين العلوي والسفلي. فاعتمد المسافه بين الجلابيلا لنقطه تماس الاطباق او تماس السطوح الاطباقيه ب 8 انش. النظريه الثانيه اللي اعتمدتها المطابق هي الفئه الكلاس 2 تايب بي هي نظريه بونويل. ونظريه بونويل ادت لانه يطلع لنا مطبق بونويل، ونظرية بونويل تعتمد على أنه هو اعتمد على أنه لو رسمنا نحن مثلث طول ضلعه هو المسافة بين الكاندلز، راح نشوف أنه المثلث هذا لو مددناه لذروة التقاء القواطع السفلية حيكون مثلث متساوي الأضلاع، لو مددناه كمثلث فراغي فحيصير في عندي نقطة أو مركز دوران، بناء عليه بنا مطبقه ومطبق بونويل مثل ما أنا شايفين. هذا المثلث اللي بنى عليه نظريته، وبالتالي حدد مكان العناصر اللقمية وعناصر الدليل القاطع في المطبق. الكونيكال ثيوري هي النظرية الثالثة اللي اعتمدتها الكلاس 2 تايب بي من الارتكوليتورز. تعتمد نظرية أن القواطع السفلية لما بتتحرك على سطوح الأسنان العلوية بتتحرك وفق مخروط أو كون، وأنه هذا المخروط بيعمل زاوية 45 درجة مع الأوكلوجال بلين، طبعا 8 إنش بيكون طول الضلع تبعه. بناء عليه انبنى مطبق هول اللي يعتبر أيضا كلاس 2 تايب بي. السب ديفجين الأخير للكلاس 2 هو التايب سي، وهون نحن عم نحكي عن المطابق اللي بتكون في عندي الحركة الجانبية فيها بتتم أو بتعتمد تسجيلات منسوخة أو منقوشة أو منحوتة من المريض. مثال عليها مطبق هاوس اللي بيعتمد تسجيلات السنتريك ريليشن بطريقة النيدل هاوس اللي حكينا عنها سابقا. الصنف الثالث أو الكلاس 3 من الارتكوليتورز، هون المطابق صارت بتقدر تعمل سيميوليشن أو تقليد أو محاكاة حركة اللقمة باستخدام متوسط معادلات ميكانيكية لكل الحركة أو لجزء منها، وبالتالي صار بالإمكان أنه نحن نعيد تموضع الكاست على الارتكوليتر حسب وضع المفصل. وهون صار في عندي الارتكوليترز أركون أو نان أركون، بمعنى أنه هون صار فينا نعمل الحركات التقدمية والجانبية ونعمل تعديل عليها حسب حركات المريض وليس حسب نظريات أو قيم تقريبية. طبعا هي النوع من الارتكوليترز تقبل الفيسبو على عكس الكلاس 2 لأنه لا تقبل فيسبو، وهذا اللي بيفرقها حتى عن مطبق هول اللي بيعتمد النظرية المخروطية اللي هو بيعمل نحت من المريض أو بيعمل تسجيلات منقوشة من المريض أو منقولة من المريض، بس الحقيقة ما بيقبل القوس الوجهي. بالنسبة للسب ديفيجن كلاس 3 تايب A، هون المطابق بتقبل تسجيل الحركة التقدمية لتعديل ممر اللقمة الأمامي، أما الجانبية فتستخدم معادلة هانو، وهذا حكينا عنه إذا بتذكروا لما حكينا عن تسجيلات الحركة الجانبية واعتمدناه في الكومبليت دينجرز. المطابق في هذا التصنيف تقدر تسجل الحركة التقدمية تماما مثل ما هي ننقلها من المريض، لكن الحركات الجانبية تستخدم معادلة هانو الشهيرة اللي هي أنه ميل ممر اللقمة يساوي H over 8 plus 12.
ومثال عليها مطبخ هانو الشهير ومطبخ دينتاتوس أيضا المطابق من المطابق الشهيرة. أما الكلاس 3 تايب بي فهون الارتكوليتورز بتقدر تسجلي الحركات البروتروسيف التقدمية والليترال الجانبية، بتم نقلها بشكل كامل من المريض ما في عندي، وهذا اللي بيفرقها عن التايب اي. مثال عليها مطبق ني ومطبق بنادينت ومطبق ويب ميكس موديل الـ 8500. بالنسبة للكلاس 4 articulators فهي النوعية من articulators بتقبل تسجيلات ثلاثية الأبعاد، تسجيلات فراغية، لذلك هي fully adjustable أو كاملة التعديل. وهون كل النوع، كل المطابق بتكون أركون. حنشوف إنه في عندنا مكونات articulator مرتبطة بالمكون العلوي والمطبق، والcandelar elements مرتبطة بالمكون السفلي للarticulator. وهي النوعية من المطابق أو هذا الصنف من المطابق يمكن الحقيقة تقسيمه أيضا إلى زمرتين حسب الطريقة اللي بنسجل فيها حركات الكاندلز. الكلاس 4 تايب A مثال عليه هون بيكون ممر اللقم بيتم نحته بشكل كامل من المريض من خلال الستيريوغرافيك ريكوردز، والمطبق بيقبل نقل هاي التسجيلات، ما بنحتاج لهذا النوع من الارتكليتورز بالكومبليت دينشرز. مثال عليها مطبق التي ام جي السوانزون. عملية النحت من المريض بتتم باستخدام الستيريوغراف اللي بتحاكي بتعمل نحت للارتكليت للمكون اللقمي اثناء حركات الفك السفلي للمريض بجميع الحركات الليترال والبروتروسيف، فبيتم نوع من النسخ للكاندلر إليمنتس عند البيشنت. وعندي الكلاس 4 تايب بي اللي هون بيتم الحصول على القيم الممر اللقمة والكاندلر باث انكلينيشن من خلال الأثر ثلاثي الأبعاد بجهاز البانتوغراف، كنت أشرت إليه أيضا لما حكيت عن تسجيلات العلاقة الفكية. مثال على هذا النوع من المطابق الستيوارت انسترومنت جناثوسكوب. الآن صار في حتى هناك إلكترونيك بانتوغراف. بطبيعة الحال نحن بالنسبة لكمبليت دينشرز لا نحتاج لهي المطابق. طبعا هناك تصانيف عديدة أخرى لكن أكتفي بهذا القدر لأنه كافي لأنه نفهم تصنيفات الارتكليتورز بشكل مختلف وما نحتاجه. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سأتكلم عن عملية الارتكليشن نفسها، التركيب على المطبق. أتمنى في حال المحاضرة عجبتكم ما تبخلوا علينا باللايك. أشكر لكم استماعكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.